خليني أبدأ الحقيقة بتقديم واجب العزاء للكابتن الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي كابتن ربيع سين الحقيقة يمكن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي وكل العاملين بالإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للكابتن ربيع سين لاعب الأهلي السابق في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. خالص أنت عايزة طبعاً نيابة باسمي وباسم كل العاملين في قناة النادي الأهلي للكابتن ربيع ياسين في وفاة شقيقه طيب.